شباب قسنطينة ضرب بقوة اليوم أمام شباب باتنا، هذا الأخير ترسم سقوطه إلى رابطة المحترفة الثانية في هذا اللقاء. الزوار في أول محاولة من نايت يحيى وبابوش يصد هذه الكرة، ثم حديوش يستغل خطأ في دفاع المحليين ويوقع أول هدف له ولصالح شباب قسنطينة. رد فعل المحليين جاء في الدقيقة 34 بعد هذه الركنية، جيلن غومو يسجل ضد مرمى وهدف لهدف تصبح النتيجة. نلعب الدقيقة 40، حديوش مسجل الهدف الأول لصالح الشباب، يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح شباب قسنطينة الذي أنهى الشوط الأول لصالحه وعلى نتيجة هدفين لهدف واحد. المرحلة الثانية من اللقاء، اللاعب البديل فرحات يعمق الفارق بهدف ثالث على إثر هذه المخالفة، ليختتم اللاعب طيايبة مهرجان الأهداف بهدف رابع. وفرحة كبيرة لدى عناصر شباب قسنطينة بهذا الفوز، وخيبة أمل كبيرة لدى عناصر وأنصار شباب باتنا.